اللي عايز يقول كلمة هيقولها بالدور. اللي يطلع على المسرح ليه دقيقتين، اللي عايز يطلع يقول ليه دقيقتين، واتفضل عشان غيره عايز يتكلم. في ناس كتير عايزة تقول مسجلها ليكم، ولو سمحت الاعلام اللي ما بيطلعناش يطلع ميدان التحرير ويقف معانا ويبقى عادي عشان عصابات ويتفضل يمشي. نطلع زينا زي اي عصر تحرير. لو مش هتستني مباشر اتفضل اطلع من هنا، هتستني مباشر اشيلك على الدنيا. الحل ان شاء الله الصوره بعد بكره، وكل مره هتبقى في امان باذن الله.